جيرو هيل كتاب القادة 24 درس من أجل قيادة استثنائية رائعة دليل الموظفين لتحسين أداء الشركة جون إتش زينجر وجوزيف فولتمان. The Handbook of Leaders ما الذي يصنع قائد عظيم؟ تم طرح هذا السؤال البسيط على آلاف الموظفين في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، وقد تم جمع أفضل ردود لهم في هذا الكتاب. هذا الكتاب دقيق للعمل المباشر، يحدد القدرات والمهارات التي تم ذكرها أكثر من مرة باعتبارها ضرورية لكي يصبح المرء قائد ناجح فذ رائع، ومنها تركيز على النتائج، تنمية مهارات التعامل الشخصي، قيادة التركيز المؤسسي، التعلم من الأخطاء، تنمية وتطوير الموظفين، الانفتاح على الأفكار الجديدة، أخذ المبادرة، بناء نقاط القوة، إصلاح العيوب القاتلة، تبني أسلوب غير خطي، تحمل المسؤولية. أن القدرة على القيادة أكبر بكثير من أن تكون مجرد موهبة طبيعية. ودراسات عديدة متتالية تثبت أن القيادة هي مهارة محددة ملموسة يمكن تعلمها، مهارة يمكن اكتسابها وتطويرها وتحسينها عن طريق دراسة وتطبيق عادات ومواقف وتفاصيل معينة. دع هذا الكتاب يعرفك على متطلبات القيادة الناجحة الفعالة، ثم يقدم لك برنامج منهجي لاكتساب وتطوير وتطبيق تلك المهارات. جون إتش زينجر دكتوراه إدارة أعمال ورئيس تنفيذي لشركة زينجر فولتمان وأحد مؤسسيها، وهي شركة تستخدم أساليب إيجابية قائمة على الأدلة والبراهين لدعم قوة وفعالية الشركات وقادتها. في عام 1994 انضم زينجر لقاعدة شرف تطوير الموارد البشرية، وهو مؤلف أو مؤلف مشارك لسبعة كتب عن القيادة وفرق العمل، وأحد أبرز خبراءه فيما يتعلق بتحسين الأداء المؤسسي وتنمية القيادة. دكتور جوزيف فولتمان هو رئيس ومشارك في تأسيس شركة زينجر فولتمان، وهو خبير شهير في مجال تصميم المسوح واستطلاعات الرأي وتحليل البيانات. حماسه شديد لمنح التقييم وتسهيل التغيير ومصدر نجاحه المهني، ومؤلف أربعة كتب أخرى هي Making Feedback Work, Turning Feedback into Change, The Power of Feedback و Employee Service That Make a Difference. قيادة استثنائية يمكن صنع القادة، القادة العظماء يصنعوا فارق هائل. اجعل القادة الجيدين قادة عظماء، انصب خيمة القيادة. الشخصية هي جوهر القيادة. القادة يحتاجون القدرات الشخصية، ركز على النتائج، نمي مهارات العلاقات الشخصية، كن قائد للتغيير التنظيمي، ابحث عن أسلوبك المفضل في القيادة، ركز على بناء نقاط القوة، ركز على تنمية من 3 إلى 5 نقاط قوة، اجعل أثر الهالة يعمل لصالحك، اسعى لاكتساب مجموعات فعالة من القدرات، أصلح العيوب القاتلة، تعلم من الأخطاء، أسس علاقات إيجابية، كن منفتح على الأفكار الجديدة، و تحمل المسؤولية، خذ المبادرة، تعلم من الأخطاء، أسس علاقات إيجابية، كن منفتح على الأفكار الجديدة، تحمل المسؤولية، خذ المبادرة، تعلم من التقييم، تبنى أسلوب غير مباشر، اتخذ خطوات لتحسين مهارات القيادة، تطور موظفيك. القادة العظماء لا يتسمون بأنه ليس لديهم نقاط ضعف، وإنما بأنهم يمتلكون نقاط قوة واضحة. إن أساس تطوير القيادة الفذة هو بناء نقاط القوة. الإدارة ليست سلطة، ليس لها سلطة، الإدارة لها مسؤولية فحسب. بيتر دراكر. لا يمكنك بناء سمعتك على ما سوف تنوي فعله في المستقبل. هنري فورد. التعريف التقليدي للإدارة هو إنجاز العمل بواسطة الموظفين، ولكن الإدارة الحقيقية هي تطوير الموظفين من خلال العمل. آغا حسن عبيدي. كتاب القادة جون زينجر وجوزيف فولتمان.